كيف حول الحموش المغرب إلى سد عالي ضد طوفان الخلايا الإرهابية؟ الخلية الإرهابية التي فككها البسيج بإشراف من عبد اللطيف الحموشي يوم 10 شتنبر 2020 هي مؤشر قوي على أن الأجهزة الأمنية بالمغرب تحولت إلى سد عالي منيع أمام إرهابي داعش المتعطشين لدماء المغاربة الأبرياء. بلغة الأرقام، نجح المكتب المركزي للأبحاث القضائية من تفكيك أكثر من 190 من خلية إرهابية وتفكيك 330 مشروعاً إرهابياً. وساهمت الجهود الأمنية والتنسيق المعلوماتي بين مختلف الأجهزة الأمنية خلال سنة 2019 وحتى ما تم شهر أكتوبر من تفكيك 13 خلية إرهابية وأربعة شبكات في العصابات المنظمة. وأحالت مصالح الشرطة القضائية على النيابات العامة المختصة 79 شخص يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف و 908 في قضايا إجرامية كترتبط باستعمال التكنولوجيات الحديثة و 353 شخص في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الانترنت و 168 شخص في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ و 234 شخص في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية و 96 شخص في قضايا تزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول و 59 شخص في قضايا الغش والتزوير في بطائق الأداء. وتكللت جهود المغرب لمحاربة الهجرة غير الشرعية سنة 2019 بتفكيك أزيد من 208 شبكة للتهجير والمتاجرة في البشر وإحباط حوالي 74 ألف محاولة للهجرة غير القانونية وإنقاذ ما يزيد عن 19 ألف مرشح للهجرة عرض البحر.